ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. هي غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، فما هي هذه الغزوة؟ قال: أدفع عنك قيمة المكاتبة وأتزوجك. غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، ماذا كان فيها من أحداث؟ ماذا صنعت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتانا ما لا قبل لنا به. فجعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الكلام، تقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام توقف دمي حتى لا توجد دمعة في عيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريه بدرهم. قال: تغبنني يا رسول الله، جمال بدرهم؟ هذه جملة من الأعاجيب في غزوة العاجيب، غزوة ذات الرقاع. فكانت أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. دروس من السيرة النبوية مع الدكتور محمد الدوغان يأتيكم بإذن الله يوم الثلاثاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.